طب وانتوا مين بقى العكس الثاني بقى في الاول؟ مين العكس الثاني؟ عاكس اه مش فاكر والله كلمه قديمه شويه لا 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 لا, لا, لا. <applause> انا مستنيه يعني. <applause> مش فاكر هذه مسجات يعني طب هو ده كلام عائلي ده كلام <تصفيق> فاحنا <تصفيق> احنا ابتدينا بال... بقى كلام الكلام بالكلام ال طب ما يعني انا عايز اعرف برضو عن عائلتكم بما انه كلام عائلي فا يعني احكي لي عن عيلتك وطفولتك وشكلها عامل ازاي و... عيلتي الكبيره ولا اللي هنا فيها دلوقتي لا الكبيرة. يعني ابويا وامي اللي, اللي انت جاي منها لا بالترتيب آه. كده اللي انت جاي منها آه. وبعدين آه. اللي انت رح... اللي انت عملتها <applause> لا عيله يعني متوسطه مش بنتكلم قوي كتير مش انا تكلمه. بتكلم انا يعني بتكلم مع بعض لا يعني انا بتكلم اكتر يعني اخوي اخويا يعني ما بيش بيتكلم كتير اه والله مش, مش شارك هو يعني. دايما عارف عنده يعني ليا اخ اصغر مني باربع سنين واختي اكبر مني باربع سنين فانا في النص كي فبابا كان ظابطها يعني هو كل اربعه <عشاني تصفيق> بص مهندس كان ولا كان لا عادي كان ماركتنج يعني بس كان احنا الفرق بيننا اربع سنين أوه. فانا واختي كنا متكلمين اكتر واخويا بقى هو يعني مو كده متكلم اكتر يعني انا متكلم طبعا و... اه يعني انا ما متكلم مش بقى اخو بقى أوه 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 اخويا بقى ما بيتكلمش بس مؤخرا بدا يعني هو صغير كنت تيجي تكلمه مثلا اسمه اسلام اسلام هات الريموت بتلاقي في صمت كده فين فين بس بيجيب الريموت ولا لا وبعدين يبص لك كده <applause> ايه حته تانية. وبعدين هو بقى عارف اللي هو بيذاكر على المرايه فيكتب كلمه ويعني هو هو ما شاء الله عليه ان يعني هو مهندس بجد ألمانيا وكده فكان أوه. مخه <applause> تقريبا يعني <جد> مش زي <تصفيق> يعني <تصفيق> <أو> مش زي <applause> عشان, عشان سبت الهندسه <applause> انا كمان كمان ايوه هو كان بجد بقى واللي هو عارف انا بتذاكر بقى تجيب <applause> انت أيه <applause> الورقه وتقعد تنعكش اه هو لا كان بيقرا بعينه كده آه. كتاب الوزاره ده راح كاتب كلمه على المرايه كده وما يتوترش اه اه, اه فقالتنا وابويا اه لذيذ جدا دمه خفيف ودايما امي يعني شبه علا كده العلاقه بيني وبينها يعني بابا اللي هو الهادي اللي هو فاهم مش في دماغه اه. ودايما ماما الكهرباء زياده هنيجي <applause> لده اللي <applause> <لمسخ> ماسكه العيله يعني ايوه اللي بيبقى عنده الكهرباء وبعدين بقى دايما اللي دايما <applause> دا 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 عارف اللي هو <applause> شوف ابوك شفت ابوك ايوه <applause> عمل <applause> ايه, ايه ابويا عادي الراجل ايه عادي الراجل عادي انتوا اللي بيحل مشاكله وبينام يعني بابا عامل زيه كده بيناموا ان شاء الله لما نصحى المشكله تتحل اه اه عنده دي حاجه تانية طب كويس ان انت عارف تسميها لا. أيوه, ايوه طبعا اسمها عدم مواجهه ايوه لا هو لك ايه يعني اللي يحصل؟ انا لو اي مشكله تقابلني اخش انا اخش اقول <applause> له يعني ايه؟ قال لي بس ايوه ايه؟ قال لي اصحى ليه اتحل حد تاني حلها ما حد تاني حلها بالظبط بالظبط حد تاني يضطر يحلها عشان هو خش مش قادر دلوقتي ما بحبش بقى المشاكل وطيب ومسالم ودمه خفيف ويعني فاهم؟ ده بابا وماما كهربا زياده شويه واختي عادي وانا عادي واخويا علا بسيطه عاديه يعني وحاسس ان انت موضوع ان انت في النص ده الابن الاوسط ده يعني هل بيبقى الاولاني خد الرعايه والاخراني خد الدلع واللي في النص ده بقى والله لا ما حسيتش كده انا كنت حاسس ان انا في الاصغر اه يعني كنت حاسس ان انا باخد الدلع اه وكانت ست مثلا ام ماما هي اللي دايما فاهم تاخدني كده وتديني فلوس من غير ما تدي للاحفاد الثانيه مش عارف ليه أو. وكان اللي عندها حركه كده مشهوره اللي هو ايه تعمل نفسها ظهرها وجعها دايما <applause> هي احنا قاعدين بقى كلنا مثلا في العيله بالاطفال وكده بالاجيال كلها يعني أوه. فتقول لي اه ظهري إيه؟ تعالى يا ودي احمد تعالى يا احمد فخلاص تروح مطلعها مثلا فاهم لا, لا من غير ما حد مع الوقت بدا الناس تعرف ايوه فاللي هو اول ما باجي انا يا ست ظهري مش هيوجعك احمد دي في حد تاني بقى كنت بحس ان انا متدلع اللي هو الصغير يعني شويه وانت عيلتك طب كانت عامله ازاي والله يعني أنا والدي ووالدتي وأنا وأختي أيوه أنا شفت قابلت أختك أه أوه. أختي أكبر مني أه ويعني عيلتي كلها دكاترة يعني مش دكاترة طب ده كان م. بابايا دبلوماسي أه كان في الخارجية بره وكده وهو كنا عايشين بره بقى كل أربع سنين في بلد أه فأنا وأختي يعني يعني ما كانش عندنا أصحاب غير بعض يعني بس إحنا مختلفين عن بعض جدا اوكي بس هو احنا كنا مع اللي هو كل اربع سنين نروح حته بقى نتنقل حته ثانيه وبعدين نروح نتنقل حته ثانيه ما كانش غير بعض في الغربه مامتي دكتوره برضه دكتورة اقتصاد اه وبابايا دكتور اقتصاد اكتص... يعني كلهم بي اتش دي بقى اه ما شاء الله واختي بقى خدت الدكتوراه برضه قالك لك يلا ومامتي اي حد لازم يعني يقول دكتوره ويقول اختي يا دكتوره ويقول لنا يا دكتوره ويقول ويقول لاحمد يا باشمهندس اه ده بتزعل يا يعني ستة انا مش مه... هو لو حد قال يا, يا, مز مز يا مز الالقاب دي أوه. مهمه لو حد أيوة. قال له مثلا فنان لا هو مش مهندس ايوه هو اصلا مش مهندس اه أيوة. فهي احنا القاء يعني عيله القاب يعني يا يعني مامتي يعني عندها شهادات 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 حتى لما كانت بتبقى عايشه بره عشان يكون عايشين في امريكا مثلا اه فكانت هتموت وتشتغل ما تقعد يعني هي لازم تعمل حاجه بتعمل حاجه فتعلمت ازاي تعمل سوشي من جارتنا اليابانيه وام <applause> امي وهي و... 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 وراحت عملت بقى حاجات وعاملت بقى ارت و... هي لازم تشتغل تحب ايوه بيت. تعمل أيوه. حاجات يعني شو كانت كده تقعد شوف بقى دي لما تقابل بابا ما انا لسه هقول والله انت خدتها من علي تاني لا بس هي بتحب بابا جدا ايوه لا بس قصدي عامه يعني هي دايما كهرباء بقى وفي أوه. هنا يعني هدوء اعصاب هي بقى عندها يعني عكس بابا تمام هي عندها جمله مشهوره قوي بتاعت هلو بالمشاكل أوه. ليه حد هلو <applause> بالمشاكل ليه؟ دكتور مره قال لي في الجامعه ان اهلا بالمشاكل يعني هي بتستنى لو اليوم اللي ما مشكله كارثه يبقى اليوم ده يوسلس ما عملتش حاجه مفيده في الحياه اه ده هي عايزه تحل آه لا وايه لما اول ما مشكله تقرب انها تتحل تتضايق لا تطلع حاجه بحيث ما تتحلش <applause> عشان احنا <applause> نكمل تم... احنا خلاص تمام هتتحل <تصفيق> <تصفيق> لا واحنا نقعد كده <applause> <applause> تروح بقى قلب العمليه فتكمل في مشكله يومين كمان لحد ما تلاقي مشكله ثانيه يعني لو حد كلمها مثلا يطلب منها حاجه يا سلام اه هتحب بقى ايه مثلا تطلع لك بطايق بكلم لك مش عارفه رئيس وزاره مش عارف ايه تجيب آه منه ايه هي بتاعت يعني مم. تروح لك المجمع فكسات. يعني, يعني تحس ان هي اه لازم تفرق في حاجه فانت باباك ينام ايوه ايوه هي تحل المشاكل لا يعني الدكتوره يعني نبيله حلت المشاكل بالظبط كده نلاقي <applause> مامتي حلت المشاكل أيه طب انا انا حاسس اوريدي من اللي انتوا حاكينه ده انه يعني العيلتين هيمشوا بس هو في اختلاف ايوه طبعا فده ده حسيتوه ازاي اول ما اتقابلتوا؟ اه لا هو مشاكله كانت في الاول هي بعد كده ما يعني اه يعني هي لا بس هقول لك حاجه يعني انا مامتي مثلا كهرباء زياده ومامتها كهرباء زياده اه كشخصيات العلاقة كشخصيات بس هو دلوقتي كلهم صحابه طيبين وكده الحقيقه خلاص بقى يعني. لا لا مع الوقت آه. خلاص كله بينصهر في يعني اه في الاول آه. لا كان في تنشنه كبيره قوي في الامهات ايوه في أيوة. أيوة. بدايه الموضوع اصلا ايوه <applause> ف... فانا قلت ايه ده ناقصه جنان انا اصلا مش <applause> انا مش عارف العافيه <applause> الواحد اللي خلص الموضوع الجواز والتظبيطات وكل الحاجات دي الابهات يعني انا اخدت ابويا وباباها طبعا ابويا طيب جدا جدا, جداً يعني دبلوماسي بقى اه طبعا ما بيحبش المشاكل خالص هايل رومانسي جدا وبيطبخ اكل حلو قوي لا. هو اللي هو يعني هو اللي خلانا نطلع يعني البالانس البالانس يعني اه اللي هو يعني يعني, يعني هما الاتنين ما ينفعش يبقوا الاتنين كهرباء زياده ولا او الاتنين يمين ما هو لو الاتنين يمين فيش حاجه هتحصل في الدنيا اه مفيش جواز مفيش بتاع مفيش حاجه حاجه ولو الاتنين كهرباء زياده برضه هيولعوا في البيت فهو لازم حد يبقى كهربته زياده وواحد مظبوط كده يعمل البالانس ده ففي <applause> بدايه الموضوع اخدت آه. بابايا بقى وباباها تشوفوا بقى الموضوع اتكلموا آه. مش انتوا كبار ما تقولوا لنا بقى نعمل ايه يعني ايوه فلقوا بعض جدا من اول قعده اه ايه ده وانت من فين؟ اه انت من المنصوره ايه ده ده اهليه سهرك ايه ده ده انت تعرف مش عارف ايه يا فانا بقيت قاعد اتفرج على اتنين اصلا فاهم صحاب لقوا بعض عمالين يتكلموا في اي كلام ده ده تحفه اه فكانت لذيذه وانا فاكر لما رحنا لهم البيت اول مره برضه <applause> <applause> الامهات ما اتكلموش تقريبا خالص غير بعد ما خلفنا لا مامتي كانت بقى كانت يعني <تص> اه <applause> كانت يعني يعني ومامتها يعني رب كانت يعني فعلا ومامتي كمان, ممتي كمان ممتي يعني الامهات يعني كانوا يعني كل واحد شايفه امها ما انت دايما امهات اه يعني مامته شايفه مين ابني ده مين اللي تيجي تاخد ابني م. حبيبي مش عارفه ايه ده ابني اللي هو ومامتي اللي هو مين اللي جاي كده بقى فكل واحد كان يعني فمامتي اللي هو ده لا لا يمكن اه قلبي قلبي قلبك في ايه كده بقى كل واحد كان كان شايف وجهه نظره انه لا يعني ما يعني الجوازه دي مش هتتم <applause> وفاكر باباها بقى هو اللي اول ما قعدنا كده في توتر ما حدش بيتكلم قاعدين كده في عارف اللي هو أعرف ما فيش كلام اللي هو ده فقال له تعالى اوريك راح ماسك بابا قال له تعالى اوريك الفيو من البلكونه فيش حاجه من البلكونه دي البيت القديم <applause> جيتنا البيت القديم ما جيتش انت لا, لا. جيت اه المهم كانت عماره قدامها عماره آه. فيش حاجه يعني فراحوا دخلوا البلكونه كده الاثنين ورجعوا قالوا يلا يا جماعه نقرا الفاتحه فاهم قصدي؟ هم الابهات على اطيب يعني هو عامه الاولاد والرجاله اطيب دايما من البنات يعني أيوة والله انا مش عارف اطيب وهم صغيرين <applause> ما تخافش <applause> انا خايف <كايم شوي. تصفيق> انا خايف <applause> لا لا هم <applause> اطيب بس هي المشكله مش في الطيبه هي الطيبه ما. لا اهدى يعني قصدي يعني في حاجة قوي طيبه بس الطيبه مش كفايه يعني امم <applause> يعني ايوه انا قصدي اعقل آه. يعني اهدى يعني ارزن اه يعني هم ارزن يعني ارزن انت قلت سلطتها كده على حاجات فاهم معينه هي تروح راح هتشوف عليك بقى تطلع <مع> عليك بقى مش عارف دوزي بقى دلوقتي سبحان الله بص بقى التاريخ يعيد نفسه فيجي ابني دلوقتي يقول لي شايف شايف قول لها بقى قول لها بقى قول لها بقى لا <معلم> اصل هو اصل هو طالع لباباه اللي هو عاوز ايه مش أيوة. بتحصل لا كل حاجه بتحصل أيوة. بس بطريقه مختلفه عشان تنام بس عامه ما توترنا يعني فاهم أيوة في الاخر في توتر كده انت تناول الامور بالظبط هو دوزي بقى لو فاجئته شبه شبه كده لو فاجئته بحاجه فجاه أو, او لو عملت او, أو, أو فاهم ميعاد مثلا مدرس جاي أو لا يكسر البيت لازم زي ما تبقى لازم ايه اللي قبليها بشهر مثلا فده عاوز بقى ايه هو ايه يقول له مثلا في واجب متفكرني أه بالواجب ليه؟ أيوة أيوة. شفت ماما بتعمل طب أيوة ما مين هيفكرك؟ معلش يا حبيبي لا ارسم اقعد بقى ما هي طبايع كده اه كل واحد ريح ما تعملش طب ما مين اللي في الاخر ماشي يعني ما في واجبات لازم تتعمل في واجب أوه. في مذاكره في تمارين في في حياه يعني ما ينفعش نقعد كلنا نحلم كده مع يعني things to be done يعني مين اللي يعملها مين سعيد وقت بس عايز يبسط بحياته هو هو مبسوط هو تلات مرات مبسوط لما بسافر مثلا مع احمد عليها عليها. ما بيردوش عليا بقى ما بيردوش عليا انا نص بقى مش تمام تمام بعدين. بعض خمس ايام اللي هو طب كلت طب عملت مفيش بقى طب قلت خلاص هما يعني رحت لقيتهم عايشين يعني تمام الحمد لله بالظبط اوكي طب مين بقى العكس الثاني بقى في الاول؟ مين العكس التاني؟ عاكس مم... اه مش فاكر والله كلمة قديمة شوية لا 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 انا مستنية مش فاكر ادي مسجات يا عناية قال لك لا ساعتها كان يا ريت مش فاكر اه زمان قوي لا مش قوي ولا حاجة 2006 2007 صح؟ اه اه زمان قوي بقى حبة حلوة من كام سنة؟ من 2010 احنا من 2007 بس ابتدى من 2007 من 2006 2007 18 سنة يعني اه يا شوف 16 سنه خدمه مم. مم. حلوين 10 <applause> 14 <حلوين. حلوين. تصفيق> بقى 14 جواز و 4 16 17 اه 4 معاكسه 4 معاكسه بالظبط لا يعني احنا كنا مع بعض في مركز الابداع ايوه <applause> اللي في الاوبرا ايوه <applause> <applause> وانا كنت رايحه عشان امثل يعني ما كنتش رايحة عشان اهزر ولا يعني ولا الجو يعني مش رايحة مش رايحة مش رايحة لقط اه مش رايحة ولا في بالي ولا وعندي صحة يعني شغل, شغل وغني في شغل رايحة امثل وارقص واغني جميل خلاص وقعدنا في البتاع ثلاث سنين إيه وصغيرين ايوه ايوه بنروح كل و... يوم الساعة 5 بعد الدور كل يوم من 5 ل 11 كان معانا فراج وتايت كان معانا عائل يعني كل اه كان معانا في نفس المهم انا ما كنتش اعرف حد قوي يعني ايوه يعني كنت بروح اشتغل واروح <applause> ما كانش فيه ايوه لحد ما بقول لك انا كنت في حالي في امانه الله مش اي <applause> والله يعني. انا مش بتاعت الكلام أنا مش <applause> أنا مش أنا كنت ده انا لحد مش بقى انا كنت طول عمري جنب مفيش بمشي اول ما يخلص البتاع اه من البيت للمركز المركز للبيت ما حدش كان بيكلمني <applause> فجاه بدانا نشتغل على العرض الراس اه كان اسمه عنبر رقم واحد ايوه أوه. فاكره كنت بحبه برضه فاكره على فكره مش من زمان قوي تحس انهم 10 سنين انا برضه حاسس كده فاكره خط... كان الافيش بتاعه ابيض فاحمر كده و... ايوه انت يعني فاكره فاكره طبعا ايوه انا قصدي ان أيوه. هو مش احنا احنا حاسين هو قريب من زمان ده كان يعني. من 18 كان من أوه. لا كان 2007 2008 2008 2008 اه انا كتير برضه كتير وكان في بقى راس هيب هوب و وصلصه وكنت تمبراري المهم انا كنت انا هو البارتنر بتاعي في الصلصه اوبا اوبا هنا <applause> <أخينا بعد. تصفيق> بقى ده كان في الصلصة انا عارفه <applause> تعرفه. يعني عرفت اسمه <applause> عامل ايه بارتنر بتاعي مضطر <applause> فبنتكلم ايوه ففي وقت بقى كنا بعد سنتين بقول لك اول سنتين معرفش اسم حد يعني هو اه تمام طيب مش عارفه ايه بعد سنتين بدانا عملنا جروب صغير كده خمس انفار منهم انا واحمد وبدانا نخرج وسافر مع بعض اسكندريه وشافوا بنعمل ايه وكان هو بارتنر بتاعي الصلصه وبعدين كان في عرض غنى ايوه كنا بنروح نعمله في في حل... حاجات حاجات كتيرة برضه بس... اه في حتت في وسط البلد وكده آه. و... قوم ف... ايه قوم ايه انا ما كنتش في بالي انا بقول لك انا ما كانش في بالي الحاجات دي يعني ما كنتش <applause> تكره ده زمان قوي ده زمان قوي يا ابني فكرنا ليه بالماضي خلنا عامل اللي فوتوا عارف ايوه والله قول يا حاج قول ده بدري قوي وكان يعني في عرض غنى يا ابني اه <applause> و و أيوة. <تصف Xue>. <hu Expert> وصلصه وعرض أيوة اه وانا مش هتفتكر كلمه صلصه وصلصه 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 وبعدين ايه قوم ايه فجاه نخرج احنا الخمسه كده اه والعرض الرقص وتا فجأة رحنا لقينا نفسنا بنخرج انا واحمد لوحدنا <applause> <مم. مت> <applause> إن ايوه. آه لو مني... اللي هو بنبقى قاعدين وبعدين تسرسبوا ولا ما اعرفش ايه اللي حصل بصوا انا مستني آه، آه، تقولي انا عكستها امتى بص عشان عايز افتكر برضه ايوه انا آه. <applause> 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 ايوه هو اليوم ده ايه أيوة أيوة. اليوم يوم؟ أيوة. فين اللي بقيتوا فيه لوحدكم؟ آه... هو فين اليوم؟ عرفت. هو هو اليوم ده هو اليوم ده هو عزمني في ابو السيد اه انا يبقى في فاكر طبعا ابو السيد ابو السيد انا عارف انا ابو السيد موجود ابو السيد ايه بس موجود لسه موجود اني واحد في الزمالك زي ما هو أوه. بجد لا 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 ايوه يا جماعه لازم عند ديوان آه. انيفرساري آه. دينر وتقولي نفسك داوود باشا ده. فكرتك فكرتك باشا أيوة نفس الكلمتين اللي قلتهم لي وتحط صلصه ايوه صلصه صلصه بقى تحط بقى مش عارف الصلصه ايوه بص بس هو يعني بص الحاجات حصلت اللي هو ما حدش قصد يعني ايوه ايوه يعني قصدي ليه بس في بس في عزومه اه في لا يعني اه في هو هو قاعد قال لي حد من اصحابنا كلمني قلت له ايه ده ده مش عارفه مين بيكلمني ايه ده اه طب ايه ده يعني مش هرد دلوقتي فقلت له مش هرد هو قال لي وانتي وانت تفتكري هو احنا بن... قلت له واحنا هو بيقول انت تفتكري واحنا بنخرج لوحدنا ليه حاجه كده مش عارفه قلت له اه قلت له واحنا ما قلنا ليه يجوا حاجه كده فقال لي معرفش مش عارفه قال لي تفتكري احنا لو شوف انت بقى بنخرج لوحدنا هناك فاهميها بقى مش حد يفهم بقى قلت له اه لا بيقول لي تفتكري يعني احنا انت انت جيتي معايا الوقت يعني ليه يعني قلتله عادي يعني قلت له عادي يعني عشان يعني عشان ناكل تعزمنا على وانا جعانه هاكل يعني ده This is when it started ده يعني ايه كده وبعدين أوه. كنا بنقضي بقى يا في فاكر ماريوت ايوه جناين ماريوت يا نهار أيوه. كنا بنقعد في عربيه كتير عربيه لحد أيوه. الف... عارف لما حد يوصل لحد وما بينزل دي الله. ايوه دي, دي. الشمس تطلع انا بحب المرحله دي قوي الشمس تطلع اللي هو الشمس هو ما فيش حاسين بالوقت ايوه على الكيوتنس ايوه ايوه بس كنا ساعتها اصحاب رغي بقى بس ما هو ما فيش حاجه ما فكره انا عايزك مفيش اللي هو انا عايز اقول لك حاجه مهمه احنا ما فيش هي حاجات عماله بتتطور بالظبط اه من مجموعه كبيره لمجموعه صغيره اللي احنا الاثنين الكلام ما بيخلص لمش عارف ايه, إيه لابوسييد اللي بتاع أوه. يعني قصدي <applause> انا فعلا <applause> والله سامشه بالعكس انا أيه. نفسي اقول انا اللي رحت وبتاع بس أنا مش قادر تقفش الحقيقه هي بتحصل لوحدها أوه. يعني الحاجات الحقيقيه بتحصل من غير ما تبقى انت قاصد فاهم طيب؟ يعني, أيه. يعني صح. او هي قاصدة او هو بيحصل ايوه لا وبعدين بس ساعتها احنا فعلا كنا اصحاب يعني كنت انا بحكي لك كل حاجه عن حياتي مم. هو كان بيحكي لي بيحكي لي كل حاجه اصحاب يعني أيوة, أيوة. وانا بقى صغير وعملت ورحت وفلان وبحكي له بنقعد أيوة. نحكي لي ونقعد وهو يقعد يحكي لي عن قصه فكنت عارفه كل حاجه عنه أيوه. وهو كان عارف كل حاجه عني كل حاجه وبعدين لقينا نفسنا لقينا نفسنا بنقضي وقت كتير قوي مع بعض أيوة. يعني مع بعض احنا لوحدنا وبعدين عملنا الرقصه دي مع بعض بعدين مامتي جت اتفرجت على ال... <تضحك> على العرض بتاع الغناء، الغنى اه قلت <تضحك> لي <تضحك> مين اللي هو كان أه, بيقف بقى في العين كده ويغني <applause> لا حست ايه لا لا كانت إيه إيه؟ لسه بس لا مين العيل الصغير مال اللي بيسال إيه اللي بتاع عيل صغير كده مين ورا اللي واقف العين ده شعره بقى كان منكوش كده أيوة انا أيوة. فاكره على فكره فاكره وقت التريلوجي بتاعت ده آه آه كان 2009 لا كان 2006 2006 وبعدها بقى ابتدينا نتقابل بقينا يعني بعد ما التريلوجي خلصناها ابتدينا بنتقابل كل شويه مع بعض وفي نجيب محفوظ يوم رحت جايه بقى وايه؟ ايوه جه معايا لا انا فاكر اول مره أو كان, كان في بيت في وسط البلد هو ده هو ده, إيه ده؟ كان أيوة. هو كان بيت ميري ايوه ايوه كان عيد ميلاد حد كان لما احنا كل شويه بنتلم ما كانش عيد ميلاد حد مش فاكر ممكن, ممكن. عيد ميلاد حد كان او حاجه كريسمس بدا. أيوة. يعني كريسماس كان بيبقى يعني كنا بنتلم كتير انا انا فاكر اليوم ده كويس جدا وانا كمان تخيل يا نهار ابيض بس ده كان في نفس الفتره دي صح نفس الفتره دي اه يعني شكلكم كنتوا ابتديتوا تبقى خلاص يبقى ايتم يعني اه يعني سبعة وبعدين بقى وبعدين احمد بقى هو اللي كان مصمم يعني عشان بس نبقى ماشي لا هو اللي كان يعني هو ماشي كلها ماشي شايفه هو اللي كان بصراحه يعني هو م. كان يعني كان شاري يعني هو كان أيوه بقى. شاري <applause> بقى <بصراحة. تصفيق> على فكره دي حاجه حلوه جدا بجد لا هو كان هو كان كان جد يعني ايوه يعني هو من الاول انا مش جاي العب لا انا جاي شريك يا بنت وكان يعني كان هو يعني عاوز يعمل كل اللي عليه علشان اهلي يوافقوا. دي حاجه تحفه والله. لا اصل هي انت ما بتلاقيش يعني هو لو انت لقيت حاجه زي ما انت بتبقى مثلا في طريق وبعدين فجاه تلاقي حاجه اديتك اه, اه تلاقيها لا حاجه حقيقيه يعني قصدي ايه فانت فا ما ينفعش لو يعني ده لكل الناس اللي هم الصغيرين اللي هو فاكر ان هيلاقي ده كتير. هو مش بيحصل كتير اصلا. هو مش بيحصل كتير. فانت فا لما بتلاقي حاجه حقيقيه بتبقى صعبانه عليك بس. يعني فاهم قصدي؟ جدا افهمك جدا اه انت ايه جدا افهمك جدا يا اخي بس انت على فكره مش كل الناس بتلاحظ ان انت بتقوله ده يعني صعب قوي إيه لا يعني في ناس بياخدوها فور جرانتد كده او اللي اللي هو مش فارقه هيجي كتير هيجي كتير ايوه وانا عم لا مش دلوقتي ايوه في وقت معين لما بيعدي قصه زي دي وانا يعني ايه ده لا طبعا يعني بس ما بتبقاش انت لو دراع حاجه يعني ما تبقاش تعمل حاجه بالحق ايوه فانت لقيت حاجه حقيقيه اوكي دي حقها صح بس ده برضو ما يعطلكش على اللي انت عايز تعمله في حياتك أكيد. كاي مجال شغل يعني أكيد. بس في الاخر انت مديها حقها والله نفع نفع ما نفعتش أيوه. ما نفعتش. يعني بس قصدي اديها فرصه طبعا انه لما بيحصل حاجه حقيقيه انك تخلي بالك منها لانه ممكن ما يحصلش تاني اصلا لا والله لازم تشوف بصلك ازاي يا <applause> والله يعني والله اول مره اشوفك اول مره شوف كده نفسك دلوقتي لو دلوقتي, ولا دلوقتي, ولا دلوقتي مثلا انت دلوقتي وبقيت في الشغل والحياه وكبرت دلوقتي بتزهق من نفسك <تصفيق> صح <applause> فاهم دلوقتي اصلا بتتعامل بقى ايه بتتعالج بقى <applause> مع بعض كلنا نتعالج اللي هو انت اه ما تكلميش الصبح وانت كهربتك زياده يبعدني أيه؟ شويه لحد ما اخد مش عارف لا ده العلاقه نفسها يعني عشان أيوة بقى ده احنا كل ده بقول لك قبل ما نتجوز بالظبط أيوة بالظبط ده بعد الجواز ده بقى حاجه جايين له خالص جايين له وهنروح لا اقصده ان لما حد بس من الصغيرين دول لما بيلاقي حاجه كده أيه ما يقعدش يقول لا انا لسه صغير هيحصل ها دلوقتي مم مم طب لسه شويه لان لما بيعدي شويه وقت صح. انت بتبقى في متعود على حياتك لا خلاص بقى ما انت لو انت اتعودت ان انت عايش لوحدك مثلا او ان انت خلاص معتمد على نفسك وهي معتمده على نفسها خلاص انا ليا هدي لنفسي فرصه ان انا يبقى في حد تاني او نكون اسره او كده فهتلاقي نفسك لا هي دي بس اللي الواحد حس انه عايز يقولها بصراحه لا لا لو حد لا حاجه حقيقيه يعني انا متفق جدا اه يكمل فيها وواضح انك حسيتي نفس الحاجه لا لا ما حسيتش <applause> <applause> لا انا ما حسيتش بحاجه بصراحة. <تصفيق> اصلا <تصفيق> يعني انا انا لقيت نفسي يعني اتخذت في يعني اللي الوات... هو لا انا ما... هو اللي كان سايق الموضوع يعني بصراحه مم. انا كنت يعني حبيته طبعا حبيته كنت اللي هو ايه ده؟ مش بتكلم في الحب ما بتكلم في الحاجه اللي لسه داود بيتكلم فيها آه، انه بك... انا في حاجه شايفها عارف انها مش هتيجي كتير ومحتاجه ان الواحد ي... ده. انا كنت سكبتك كنت خايفه ماشي ماشي متشككه كنت متخ... آه،, اه كنت خايفه وكنت يعني انا يعني مش زي انا ما بفكرش اهو انا ما عنديش الحته دي اللي عنده اللي هو مش مهندس مش أيوة مهندس آه. هو عنده هو عنده بعد نظر <applause> ايوه انا بسيب نفسي لسجيتنا انا لا نفسي لا عندي حاجات كده بتبقى واضحه وصفيه عارف انت مش هندسه والله أنا مش عارفه انا اسمها وصفيه انا جبت اسمها وصفيه ولا اسمها ايه شالوها لا يا راجل لغوها والله ليه ما عرفت اني كنت فرصة كنت بموت فيها وجبت متلئس فيها لا دي اللي هو انت الحاجة يعني انت بالميك ده مثلا صورتيه منها هتشوفيه ازاي لو شفتي منها هتشوفيه ازاي لو شفتي منها كده بوينت اوف فيو يعني من حته مختلفه لاي حاجه لاي جسم هو هو بقى عنده انا بسيبنا انا بسيبنا قلبي هو اللي بي اه قلبك دليل يعني صح هوا في انا بسيب نفسي وانا شايف دلوقتي بقى ازاي البالانس انه في فعلا في الانستنكت والمشاعر وال اه بسيب الـ نفسي الـ الحاجات اللي بتريحني والعقل والبراكتيكال والمعرفش م ايه اللي هو فعلا حاجه زي ما يقول ديفاين فيمنين والديفاين ماسكل انه ازاي الحقيقي اللي في الراجل والحقيقي اللي في الست قوه القوه اللي في الست والقوه اللي في الراجل يعني, يعني هو بقى عنده العقل دلوقتي ولا طبعا طلعت انا يعني يعني مش جدا, جداً على <applause> <جداً أنا تصفيق> مش يعني البراكتيكاليتي <applause> <applause> العمليه <تصفيق ايوه يعني و... ومعرفش برضو ممكن تبقوا م... في حاجات مش كده. وحاجات انا بس انا مم. عمليه برضه في... يعني لا هي هي يعني هي هي بتبقى يعني في حاجات كتير قوي اه لو مع... لو احنا ما مش, مش هتحصل مش أو لابت... بس انا قصدي في حاجات معينه لا انا لما في حاجه بتحصل لازم تحصل بالشكل اللي هو فاهم ما أيوة. مفيش ايوه كل حاجه مظبوطه الحاجات يعني بالذات في الشغل وال... والحياه عموما الترتيبات ال... يعني أوه. انا منظم جدا في الحته دي أيوة. هي مش منظمه شويه طب لو هقول لك كان في ايه ايه الحاجة اللي فعلا شايفها فيها وقلت لا بس هي دي لازم يعني لو هي صفة أو لو هي حاجة مميزة فعلا فيها قلت قلت أنا مش مش هفوت الموضوع ده حلوة ولا وحشة هي مش فاهم حاجة, حاجة حلوة, حلوة أنا حاجة جازباك مش هفوت يعني. الموضوع يعني أيوة لا هو في <applause> حاجات كتير <applause> هو مش بس <applause> حاجة واحدة هو بيبقى فاهم <applause> كل كل حاجة اه اه أنت ساعتها بقى بتشوف يعني ما بقاش حاجة معينة مش هقدر أقول لك مثلا عشان شعرها ولا عشان لا لا قصدي انه ولا صفة ولا لا, لا, بس لا, يعني هي بتبقى <applause> بس نفسها تطلع باي لا يعني قصدي الكيان يعني كله تبتها. لا انا قصدي الكيان كله يعني انت بتكلم في حاجه روح يعني يعني الكيان البني ادم كله على بعضه والخمس حاجات اذكر خمس اذكر أيوه. خمس صفات لا يعني تحس ان يعتمد عليها اصيله فاهم قصدي؟ أوه. ممكن تأتمنها على حاجات يعني قصدي يعني. في كيان يعني أيه. حاجات كتيره بقى في حلوه وفي حاجات كتيره برضو يعني فاهم اكيد بس هو أه كيان كله على بعضه اه مشجع كده على بعضها ماجيش كده زي ما هو مش انا عرفت انت ليه خليتي قعدتي تقعدي هنا ليه عشان تبقي شايفه وانا مش أيه شايفه أيوه أه. يعني انا هنا عشان اشوفها انا انا <تصفيق> انا منتهى الذوق انت بتبص لقيت القعده كل ما اجي ابص انا بتكلم مش شايفه أنا هي شايفه هي لقطه انا عايز اشوف اللي بيحصل شفت بس <applause> طيب بعد الجواز بقى كنت شايفين بعض ازاي وبقيتوا شايفين بعض ازاي او هل في حاجات ايه ايه ما بقيناش إيه؟ شايفين بعض بعد الجواز لا اول اول لا لا اول 10 سنين ولا حاجه إيه؟ ده مؤخرا احنا بدانا احنا تقريبا بدانا بالك نتجوز, نتجوز السنه اه وده برضه نفس اللي مم. هقولها برضه من قلبي للناس الصغيرين اللي بيفكروا كتير قبل موضوع مم. الخلفه ده يقول لك لا انا اجيب طفل للدنيا دلوقتي في اللي احنا شايفينه ده حبيبي أوه. لو انت جيت ازاي ما انت كل أيوه. ما اهلك لو كانوا عملوا كده ما كنتش عايشين جيت. في الحرب اللي... بل بالعكس بقى كانوا هم يمكن ظروفهم اصعب ايوه وكانوا بيعدوا بظروف و... و... وحاجات بتعدي عليهم اصعب بكتير من اللي عندنا يعني قصدي كل جيل عنده الحاجات اللي هو لو فكر لثانيه ان هو هيبقى اناني قوي ان هو ما يخلفش عشان أي فقال يعني على مم. ابنه من او بنته من اللي بيحصل في العالم يعني فدي برضو بتيجي في وقتها بحس ان هي زي الرزق كده زي الجواز مم. أوه. انك لو فكرت كتير قبل موضوع الخلفه ده مم. وقعدت تحسبها شويه ممكن ما يحصلش لانك انت بعد شويه مش هيبقى ليك خلق ايوه <applause> خلقك بيضيق ويبقى يعني صح صح بيقل وتحملك بيقل وانا مش عايز وجع دماغ فهي بتبقى فاهم ولو فكرت فيها كتير مش هتخلف مش هتخلف اصلا على قد ما هو حلو اللي بعد ما بتخلي بس هو صعب جدا هو أوه. مش أوه. مش طبيعي يعني احنا يعني. في الاول زي فاهم اي من غير ما نفكر قوي ففجاه بقى في ايه ده؟ اه يعني انا يعني انا يعني جميله اتولدت بعد سنه من الجواز بعد شهر كان الانيفرسي بتاعنا هي اتولدت الاول وبعدين <applause> <إنه ده تصفيق> اتولدت يعني بعد يعني 11 شهر على طول وهي تسع شهور اه اه يعني يعني ما كانش في اي اللي هو في في ابريل اه بص كان انا انا يعني انا ما كنتش عايزه اخلف قوي يعني دلوقتي يعني في الوقت ده مش عامه كنت أيه كنت سايبه برضو ما كنت حاسه انه لسه بدري وايه ده ما ليه يعني انت ليه انت احنا لسه اصلا مم. عايزين نبص يعني. مع بعض عايزين و... نبص اه عايزين بس نفهم احنا هنعمل ايه يعني ايش ازاي في حياتنا هنشتغل يعني يعني كده يعني مم. هو كان يعني اللي س... يعني هو ايه معرفش برضه برضو انا ما كنتش واخد قرار والله <applause> ده <applause> فاكرني <applause> اقصد انا مش واخد قرار يعني هو يعني بال... والله العظيم مش ما قرار اه او لا هو قاعد عشان اول عشان يعني فاهم قصدي يعني, إيه؟ يعني هو فيش قرار يعني ما فيش بس ايه ده يا إيه, ايه ده ازاي ماشي اه وبتبدا تتعامل بقى مع ال... أوه. انت فاهم مع اللي حصل ده انتوا مين بقى ايوه شوية. لا هو انا اول ما كنت بقيت حامل هو اتخض <applause> <applause> ايوه طبعا بعد ما حمل اللي هو بقى ايه ايه ده مش مثلا طب ما انت اتخض وخد جنب بقى اه اتخض ولو انا وانا مخدودة برضو على فكره وانا هو الناس أيه. بتفتكر ان الستات مولوده طبعا عندنا حاسة ان بس فيه. مش درجه ان انا انا اول مره أم. انا مع انا زي, زي يعني احنا اول مره وانا اول مره ام وجسمك بيمر بحاجات بقى جديده وغريبه وصعبه وعمت بقى عامه بقى يعني عامه بقى الواحد بيبقى مثلا ايه يعني يقعد بقى يقرا في الحاجات دي قبل ما م. يخلف والبارتنر بتاعي يبقى عارف واجباته ايه <applause> وعليه ايه وليه ايه <applause> <applause> <داً. تصفي> وانا برضو ابقى <applause> <applause> عارفه انا ليا ايه و... واطلب منه ايه اه ده ما حصلش لا انا ولا انا نفسي ما كنتش عارف يعني ما كنتش عارفه ان انا المفروض اطلب منه حاجه اه صراحه يعني ما كنتش عارفه ان انا حقي ان انا اقول له لا انت تيجي تقعد لي هنا تغير للبنت وتحكيها أيه. دي مش عارفه دي احتياجاتي ايوه شفتها بعد ما قال كبروا بعد ما انا يعني كنت لو ايه أوه. وهو اكتشف العيال لما كبروا برضه اه يعني هو اكتشف العيال لما بقوا في سن بيتكلموا فيه يعني قبل كده كان مم. اللي هو ايوه ما انت مش كانوا إيه اللي مش بالنسبه له ماشي حلو قوي جميل اه بس, بس لسه العلاقه يعني ما فيش حاجه تقدر يعني فاهم؟ أيوة. لسه اصلا انت بتتكون زيهم بالظبط 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 احنا كنا لسه أوه. وانا برضه انا كنت شايف ان انا لسه عاوزه افهم نفسي وعاوزه اعرف انا بحب ايه وبحب ازاي اقدر اخد بالي من نفسي وبقى عندي يعني فاهم سيلف لاف والقصص دي عشان اقدر اخد بالي من طفل. ايوه. ففجاه لقيت نفسي طفل معايا مش عارفه اعمل بيه ايه و... وبتعيط بقى طفل بيعيط باربعة 24 ش... سنين انا انا فجاه دلوقتي ببص على الصور بتاع اللي هو مم. بقى عنده 10 سنين انا عمال اقول مش فاكره يعني مش فاكره هو صغير ده او بنتي بالذات هي أه. اول واحد مش فاكره انا كنت بتعامل ازاي يعني حاسه الواحد المفروض يعيش حياتين يعني اول حياه

كده ناس بتخلف يمكن خمس ست عيال عشان يعملوا بقى اللي ما عملوش مع اول عيل مع التالت لا والرابع لا 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 فاهم انا بحس حاسه <applause> ان, أن دلوقتي يعني ده اللي بيبقى على حسب بقول لك ايه بس رز... أنا, انا بحس ان أنا... والجواز ده رزق زي اي ماشي, ماشي تمام أيوة فهي أيوة ما بتبقاش زي أيوة أيوة زمان ما كانوش بيحسبوها قوي كده ايوه ماشي ما هو, هو زمان كان عارف يقول لك مش بالضروره انه زمان يبقى صح ولا اللي احنا فيه غلط ولا اي حاجه وكل واحد بيحكي عن تجربته وهو شايفها ازاي بس مش انا بقول يعني ان انا لو كنت اكبر يمكن لما خلفت او مش اكبر الخبره اللي عندي كانت موجوده اللي انا عندي دلوقتي ايوه لا كنت هتعامل مع ولادي بطريقه تانية وكنت هخليه هو يجيت انفولد <applause> بطريقه تانية مختلف. من ما غير بالك. من غير ما او ما كناش هنخلف ما ما هو, هو بالظبط أيوة. في كذا حاجه اولا ممكن ما تبقيش عايزه تقول اولا من نص الخبره اللي انت فيها دي اكتسبتيها من, من الخلط. المشوار بالظبط آه. النص التاني من سنك ونوم ونموتك آه. ونضجك وكل ده بس هل حاسين انه ممكن يبقى كان في حاجه في النص اللي هو يعني ناجل مثلا الخلفه شويه فنبقى احنا نضجنا بشكل كافي بحيث انه نبقى لمينا ما بين الاثنين؟ انا عارف في رأيك. انا بقول لك انا بحس هي أنا زي اللي لو الواحد بيفكر فيها ما هي دي حاجات انا بقول لك لازم تشيل تشيل مخك منها مم. لو انت مطمن للشريك اللي معاك ويعني في الاخر في سيناريو بتاع ربنا احلى بكتير من اللي احنا بنقعد نفكر مم. فيه ونقول هنعمل كذا ونقعد سنتين ما هو وبعدين الحمد لله طبعا على اللي احنا وبعدين مش عارف ايه بحس ان هي لا بتده. هو انا قلت له بعد بعد ما بعد ميلا وهي كانت صعبه قوي يعني كانت بتعيط على طول وكانت وكنت انا بعتها على, على طول بقى رجعت بقى اشتغل ورجعت اروح الجيم وكنت يعني جيت قلت له بقول لك ايه عاوز تخلف عيل تاني ناو دلوقتي يا اما انسى انا كنت أوه خلاص اه انا كنت خلاص كنت اصلا خلاص يعني كنت ظبطت كنت اللي هو لا وقفت عليه يعني كانت عندها سنتين هي ساعتها كنت بدات ارجع وخسيت و قلت له بص بس انا كنت عاوزه اجيب يعني قلت له لا يعني يلا دلوقتي م. يعني عشان يبقى الفرق بينهم ثلاث سنين وخلاص و... بقى ما هي اوريدي مطلعه يعني خلاص في حد تاني معاها خلاص خلاص عارف الوقت اه بالمرة بالمرة بالظبط كده <applause> بالمرة وخلاص بقى عشان بالمرة م. دي بقى اه يعني المرة دي هي يعني اللي بتكلمك بقى في الست سبع سنين الاول بتوع الجواز اللي هو انت اللي هو انا في الخلاط انت ما لحقتش انت فاهم انت جوه الغساله انت جوه الغساله اللي هو ايه ده 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 بس هي بقى بيبقى ليها وليها عيوبها يعني انت لما بتخلي يعني دلوقتي هم الاولاد ما شاء الله كبروا شويه فانت بقى قادر بقى تبقى ايه وانت قادر برضو تقضي معاهم وقت بشكل وانت لسه صغير برضه فاهم أيوه. هي ليها وليها. ايوه يعني لو يعني ما فيش سيناريو اقعد اقول لك هو ده المظبوط يعني. ما فيش صح معادله يعني هي اللي صح 100% والثانيه لا. ايوه يعني ساعات بتفكر اللي هو اشتغل واكون نفسي يعني اعمل حاجه واعمل أيوه. الكارير بتاعي واخلص أيوه. يعني كنت فاكره كده انا كنت فاكره ان هخلص تمثيل. امم أخ... اه اه <تفلص>. وانا عندي 20 سنه اللي هخلص بقى في العشرينات. اه التمثيل هخلص بقى كل الادوار نفسي اعملها اه وهوصل بقى للي انا عاوزاه اه وبعديها اتجوز واخلف اه خلاص بقى يعني ده كان ده كان اللي هو الحياه مش كده لا طبعا مهما انت حاولتي الحياه بتحصل بتحصل وبتطلع وتنزل <applause> وكله داخل في بعضه اه مفيش حاجه بتيجي وت بت والتانية بت بتقعد ومفيش حاجه بت يعني اتس 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 ا جيرني كل حاجتها مع بعض كده اه انا في حاجه بس انت قلتيها وانت بتقولي الـ الـ النضج اللي انا فيه دلوقتي والحاجات اللي انا فهمت ان انا محتاجاها وانه بجد ولا لا لا اصل <applause> <applause> انا ما حاجه نضيجة بس انا نضيقة بس <applause> انا انا ح... وان انا كان في حاجات كان المفروض اطلبها وانا ما عرفتش اطلب ده وكنت انت عرفتي ده ازاي هل هل عديتي بثيرابي هل استعنتي بحد هل حد بكلم بجد لانه لانه اصل احنا مش بنوصل لده بسهوله وفي ناس بتقضي حياتها من غير ما توصل لده لمعرفة نفسهم ومعرفة احتياجاتهم ومعرفة اللي كان المفروض يعملوه. امتى؟ فاهم قصدي؟ يعني هي ما هي رحلة ما هو دلوقتي ماشي يعني انا بقول لي أقول هي أقول وصلت للمرحلة دي أقول في الرحلة ازاي؟ انا وصلت لها لما لما في حاجات في نفسي كتير ما بقتش احبها يعني. يعني, يعني, يعني انا مثلا وصلت لها عن طريق ثيرابي يعني فاهم قصدي؟ أه, اه لا فأنا بحاول إن انا بحاول اتكلم أقول معاكي أقول في ده. يعني انا حاجة من الحاجات اللي وصلتني الحاجات دي هي العيال. امم ان كنت بشوف نفسي فيهم. اه هم كانوا بيوروني نفسي <applause> بطريقه معاملتي معاهم مثلا فيقولوا لي ايه ده انت ليه بتعملي كده اه فكان مرر ليكي انت... وش حاجات كتير قوي هم اللي علموني والعلاقات كده برضو ومثلا ان انا يعني مثلاً عصبيه اه فانا العصبيه دي كانت بتضايقني اكتر ومش عاوزه اعمل معاهم اللي انا اتعامل معايا او لا كنت عاوز أ... i wanted to break the cycle بالظبط يعني كان نفسي يبقى انا و... وعملت رحت بقى ريتريتس اه بقيت سنتين ثلاثة كده بروح بعمل يوجا ايوه ايوه دل... بقعد مع نفسي بحاول اهدى انا عارفة ان انا ام, أم هايبر فانا عاوزة أيوة. ارجع ل بقيت حاجات انا بحبها ايوه يعني ما كنتش عارفة انا بحب ايه اصلا ايوه بالظبط يعني هو ده سؤالي بالظبط اللي هو بتحبي ايه؟ اه ده شرب كوباية شاي <applause> <applause> يعني انا ما بحبش اصلا القهوة ولا شيء يعني عادي يعني طب بتحبي إيه, بتحبي ايه بقى؟ انت بتحبي ايه بقى؟ انت بتحبي ايه بقى؟ وازاي اصلا اخد اللي انا بحبه ده <applause> مش بس ازاي ازاي يبقى حقي حقي مش ان انا والنبي اديني ساعه بس طبعا رايح فيها طبعا انت مش عشان انا قعدت 10 سنين بقول لك مع العيال انا انا ملغيه ملغيه انا بجري وراهم بجري وراهم لهوي وراح واصحى وانام واصحى وانام ولو عندي شغل في النص اروح اعمله وارجع انا بقى في انا بقى عاوزه عاوزه انا بقى انا بقى بحب مثلا فانا اكتشفت بقى يعني بحب مثلا اليوجا بحب بحب الرياضه جدا الصبح كل يوم اوصلهم مدرسه لغايه الاتوبيس عشان اوصلهم عشان اروح العب رياضه كل يوم الصبح الرياضه اليوجا بحب اقعد اكتب جورنلينج فدي تعلمتها برضه ثيرابي شويه ثيرابي حاجات بقى رحت لكذا حد كده مختلف و... وراني حاجات كده خرجت منها بيها اه فبقيتي بتاخدي بالك من نفسك بقيت بتاع... بقى... لما كبره. يعني. أنا كمان كبروا ايوه ومش عاوزه اديهم ذا ورست اوف مي يعني طبعا مش, مش عاوزه ادي أولادي، احنا عندنا نصف. وعي اهالينا ما كانش عند... عندهم صح. الوعي ده صح انا مش عاوزه النهارده ابقى ايوه بس هم كانوش قاصدين برضه هو خالص حب بس هو احنا هو ده عندنا ده وقع. احسن اللي عرفوه فعلا ده عارف دايما لا لا لا. هم ما... عملوا احسن ما في طبعا انت عارف اللي هو لما تيجي تواجه اي اهالي عامه ازاي ما كنتوش بتعملوا يقول إيه لك يا ابني ليه ما انت كويس وانت زي الفل <applause> وانت فيك العلل اصلا <applause> 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 يعني وعلى فكره هم هما فعلا عملوا احسن ما في والواحد لما بيكبر بيبتدي يقدر يعني. ده ويبتدي يعني يفهموا وما يحاكمهمش أيوة أيوة على حاجه أفهمها. لا خالص هو نفس الوقت بتشوف بس بقى نفسك بالظبط زيهم بالظبط اللي مامتك عملته فيك انت بتعمله في ابنك ايوه فبالتالي ابنك هيعمل نفس العادات اللي هي توكسيك حاجات هتعمل هيعملها في ابنه طب ما انا عاوزه اوقف ليه طب انا اصلا وصعبه اصلا انك تعرف ان ده توكسيك انت ساعه تقول عادي طب ما كله طب ما مش عارفه ايه شيل حاجتك بطريقه كلام بطريقه الكلام بطريقه اللي هو بالبليمينج مثلا تقعد تلوم اللوم ده واحد بيكتشف حاجات في نفسك ايوه ايه ده انا بقعد انا اه فاهم يا احمد بيقعد يقول لي مثلا أيوه. انت بتعملي مش عارفه ايه العقاب والمكافاه فانا أوه. لا عامه مش مع العيال يعني عامه أيوه. ان انا في حاجات أيوه. يعني هي بتتوتر فتروح قايله كلمه هي مش مش مدركه أوه. معناها أوه. مش قصدها بس معناها انه ايه انت السبب هي مش قصدها تقول السبب يعني انا عندي انزايت انا يعني بيجي لي أيوه. في حاجات كتير قوي بس ما بقولها له يعني ببقى مثلا أي. يعني النهارده الصبح كان عندنا معاد في السفاره اه نطلع باسبور ابننا وبشاب. انا بقالي اسبوعين انكشس مستنيه اليوم ده ايوه عشان بقالي ست شهور مستنيه الميعاد ده خايفة فخايفه الورق ما يبقاش كامل خايفه ما اصحاش الصبح انا بالزبط. ما نمتش انا قعدت طول الليل أو. أو. كل ساعه فاهم ففي يعني. هو بقى ما يعرفش الحاجات دي ايوه فيجي الصبح اقول له حاجه ناقصه فانا فانا قاعده انشس وسكت ساكته 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 لا مش حاجه ناقصه بقى ما لو حاجه ناقصه هنتعامل معاها <applause> اه فاهم انت ما جبتش ال... ايه اه فبتروحي للبليم انا ما جبتش عاملين. انا ما جبتش هو... ايه هو ما انا قلت لك اه بس بحس بس هو, هو واضح جدا يعني عارف لو حد جه قال لك مثلا ايه ده احنا نسينا كذا لازم نرجع نجيبها عمرك ما تتوتر انما بترجع لكن انت ما جبتش انا ما جبتش ايه ما حدش قال انا انا قلت لك كمان بس هو, بس هو العظيم ان هي فاهمه ازمتها هي فرحتي <applause> لا ان هي بتحاول تعلّها لا ما دي ما دي هي ما مش يلا يعني, يعني مجرد ان الواحد بيعترف بده ده اول خطوه في علاج ده هو مش الواحد يتغير انت مش بتغير بسهوله انت لازم تعرف وتكتب بقى يعني بكتب الحاجات اللي بلقط نفسي بقى بلقط نفسي, بقى نفسي وكون وكونك فاهم ان هي عندها الانكزايتي بس انا متهيألي العيال اكتر هم كمان اللي بينوا مش احنا ماشي يعني هو الأشع... يعني انت لو انا بس ممكن ما تبقاش ماشي هتقول لك هي وصلت هي المهم انها وصلت بس لو حد بقى من العيال قالها تخبط اكتر <applause> افهم الراجل بيقول ايه؟ بيقول <applause> لك ان انا وصلت يا سيدي قول لي الحمد لله على السلامه على السلامه قول لي الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه لما حد من العيال بيقول لك حاجه بتخبطك اكتر آه من الصحاب أو, آه آه او من طبعًا. او من مراتك آه يا بنايا <applause> لا لان هو بيبقى هو مش هيضحك عليك لا هو مش, مش هيضحك هو شايفها قوي هو مش شايفها جدا اي اجنده يعني فلو قدر يفسرها بكلام يعني لو قدر يقول لك جمله انت عملت كذا هتفكر هتلاقي تفكر فيها مليون مره طبعا فاهم قصدي؟ ويبقى حلو بقى لو انت تلقط بقى الحاجات دي آه طبعا عشان في ناس بتحس انه لا انت انت بتفوت وتعيل عيل, عيل انت ازاي تقول عليها كده او بتبقى يعني الايجو طبعا بيقف يلعب يعني بص الناس فعلا ما بتبصش لنفسها نظره فيها نقد ايوه خالص انا تمام انا زي الفل <applause> <كل>. ايوه بالظبط <applause> أيوة <بالزبط. تصفيق> انا بقول حتى الاهالي اللي هو يقول لك يا ابني ما انت كويس وكويس انت مش حاجه بجد فعلا يعني هو دايما ما ما كانش عندهم ال بس اقول لك حاجه بقى شفتها انك لما تقعد تفكر كتير برضه في موضوع طب اعملهم ازاي؟ طب اقول لهم <applause> ايه؟ طب انا اعمل ايه عشان هم يعملوا ايه؟ ما هو ده برضه الفهم الزياده على اللزوم ده يوترك ويخليك مش عارف تبقى حقيقي معاهم ولا تاثر فيهم فبقيت لا انت عيش معاهم اكتر يعني قصدي خدهم في مواقف يعني يحصل حاجات بينكم وانت بتتعامل بقى كانك في الحياه يعني انت في الاخر انت هتنقل لهم حاجات مش بالكلام ولا هو هيشوفك أيوة. انت بتعملت معاها ازاي هو هيعمل زيك فهيبقى هو العيال بيعملوا زي ايه هيقلده هيقلدك حتى لو هو... يعني لازم... يعمل كذا لا يعني تعاملوش. يعني, يعني الطيبه دي هتتعلمها له ازاي او ان هو يبقى مثلا طبعا الخصال او ان هو حاسس بالاخر او إنه كريم, إنه كريم مثلا كريم او الحاجات دي صح ان هو مثلا هيشوفك بتدي لحد حاجه هيشوفك انك انت مثلا تقول له والله بص يعني غير لما هيشوفك ان انت مثلا بتقفل الشباك وسط اي حد بيشوفك ايوه بس قصدي لو انت شفته ابتدى يزعق مثلا ولا يمسك قطه من ديلها ولا يعمل اه لا ايه ده هتقول له بقى ازاي اه يعني يعني طريقه هتقول له بقى ازاي <applause> إيه دي اه ايه يا ابني اللي بتعمله يا ابني ايوه ايوه ما هو <applause> لازم ايوه ايوه هي دي دي الفكره مش فكره ان انت تسيب الدنيا ولا لا يعني هبتدي تشرح له ان ده 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 حيوان وده روح وتعلمه مثلا انه يبقى عنده بيت فيحافظ عليه فيعني ما اعرفش انا <applause> في الاخر انتوا اللي عندكم عليه وكلاب وكلاب بالظبط اه يعني الوكلاب بالظبط <applause> لا هو هو اكتر حاجه بالنسبه لي انا بحس ان هي صعبه ان انا اعلمها يعني يعني مذع او <م> <applause> <يأتش palliige> يعني يعني ما ما مزعقش او ما توترش امم هي عشان انا عندي توتر اه لما ابني او بنتي يتوتروا <applause> <تصف> <applause> 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 اه هم اول ما بيبتدوا يزعقوا انا غصب عني بزعق اه <applause> <applause> مش ببقى بتوتر ايوه فببقى اللي هو مش عاوزاهم يزعقوا امم فمش عاوزاهم يتضايقوا بيكوز انا مش عاوزاهم ي... في كده اللي هو طب ازاي هديهم؟ ايوه This is my first I'm, I'm anxious فانا اللي هو أيوه. ازاي ايوه بتوتر فبتدي... فبتوتر اتوتر فما بيبان عليا ان انا متوتره فهم بيعلوا فانا بع... آه. فهي دي احسن طريقه ليها ان انت ايه بقى؟ لا ان انت تهدى خالص وتقول لهم مش هنتكلم دي <تسيق> انا بحاول اتعلمها دلوقتي مش هنتكلم يلبس ولا عارف الوقت تعالي بس تعالي نعمل لبسنا <تسيق> <نهاية> بتاع العكس كده تعالي بس يلا مستنيهم بره العربيه مستنيها بره كلمتين هتيجي ورايا على فكره والله تطلع في الاخر انا ما اقول لهم انا سيبوني انا عايز احكي لهم بجد اللي هو اللي هو اسمع بس كلمتين حضرتك السفر اللي هو استنى أه. <تبقى> بس تشوف فانت عايزه تهدي نفسك فعشان تعرفوا تتكلموا بعد كده بهدوء لا يا ريس أيوة. ما هي ما أيوة هو والأيوة. ايوه بس ها. هو للاسف هو صعب عليها كمان ما انا أدرك أيوة؟ بس احنا بقينا نعرف بقى يعني في الاخر أوه. ايه يعني السفر ده بالنسبه لها ماساه اه ما انت السفر بقى ايه احنا سفر لا ما انت السفرات بتاعتنا مرمطه أيوة. وبعيال ومواعيد كذا حاجه انت فاهم فيبقى <applause> ايه فالسفر ده دايما التوتر زياده اه لانك انت عندك بقى زي ميعاد السفاره ده مثلا خمس ست سبع مواعيد في <applause> ثلاث اربع خمس ايام فيا نهار ابيض فهتلاقي بقى الشنط بتترمي على الارض لا فأجري ما هو برضو ما ماشي انت بتتعمل ازاي في الموقف دي كده ما بتوتر أنا, انا كمان ايوه <applause> <applause> <على> <applause> <applause> بقى احنا هنعيط كلنا فهو هو لازم هو احمد هو احمد هادي بس عصبي ازاي بقى يعني هو عامه هادي بس بي... لما بيطلع الطلعه لا بقى ما بعرفش اوقفها بقى اه وقعدت اتنفس بقى وبعدين ببقى فاكر نفسي ان انا هادي يعني <applause> <applause> انا اول كنت بتعصب بصوت قلت العيال ما بقتش ازعق <applause> <applause> ينفش من إيه فتلاقيني ما اعرفش ايه اللي بيقول عليا <applause> ينفش هم كاني زعقت بالظبط بيعملوا أكشن كاني زعقت اللي هو بقى بيرفعوا عينيه اللي هو هم بقى يعني هي قصدي كلها هي صعبه 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 ان انت تبقى مسؤول عن مش أوه. نفسك بس هي أيوه. انت مسؤول عن عيال دي ولازم دايما تبقى كنترول أوه. انت لازم تبقى سلف يعني تعرف تكنترول يور سيلف عشان هما يكنترول ذيم سيلف طبعا هي دي مشكله ان انت ات اول تايمز لازم تبقى دايما تعرف ازاي تتعامل معاهم بطريقه عشان هم ما يشوفوكش بالطريقة دي فيطلعوا زيك ايوه طبعا لازم ازاي تسمعهم ما تسمعنيش انت ما بتقعديش انا على طول قاعده معاكي لا أنتي انت ما بتقعديش بس انا على طول معاكي يعني انا قاعده مم. لا انت مش قاعده انت دماغك فيها مليون الف في حاجه ثانيه ولو انت عارفة دماغي عارفين عارفين انا ماسكه التف... انت ماسكه التليفون ماشي أوه. ما انا انا بشتغل عليه وبخلص مواعيد وبظبط فهم اتس, إتس آه لا موضوع بتقسموا المهام بقى بينكم في البيت ومع الولاد ازاي؟ تارن تارن أه لا هم دلوقتي كبروا يعني اه انا حاسس دلوقتي بقى اسهل طبعا وقت اصعب لا <applause> قبل كده طيب ماشي يعني ما إيه بقى بقى بس قبل ما م... كده كان في حاجات يعني انا وقت الشغل للاسف بيبقى ما بعرفش اعمل حاجات كتير قوي وهي كمان انا كمان وقت الشغل بس هو ربنا بيوفق بقى ان انا ببقى أيه. مضغوط قوي في الشغل هي ممكن تعمل حاجات لو هي مضغوطه قوي في الشغل انا ممكن اعمل حاجات مم. ومعنا ناس بتساعدنا برضو أيه بصراحه طبع. احنا متدلعين شويه يعني في الاخر اختها آه. مثلا يعني بعد أيه. اقول للولاد كده يعني اختها عايشه عايشه في سويسرا فكره ان انت عندك ناس بتساعدك هنا دي مش سهله هناك طبعا يعني فاهم فهم هناك بيعملوا كل نعم حاجه بنفسهم ايوه طبعا فانت هنا على الاقل بتلاقي حد يوصلهم في اوقات بتلاقي حد يساعدك في البيت ايوه فده كمان شوية بيهدي التنشن يعني فاهم؟ اه لما تبقى... مش لازم تعمل يعني مش لازم تقول له قوم اعمل مش عارفه ايه يعني اه عشان انا ما عملتش مش... دي بتبقى بقى, بقى كارثه مثلا في ايام الاجازه اه بتاعت دب... الناني اه ايوه اه 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 سابين بقى لا يا راجل اول ما بنزل المطبخ اول هي في اجازه؟ اه ماشي بس من اول يعني لا لا. من اول خمس دقائق انا بعرف ان هي اجازه بتعمل ايه بقى؟ بقعد بقى اتوتر <applause> <applause> بس لا يعني مثلا مش قولي مثلا طب هنعمل بقى انا همسك ايه وانت ايه أوه. هي اجازه اه واضح انها اجازه أيه. ما هو واضح ما انا لاحظت شكرا لحد ما هي ترجع مين بقى اللي بيعمل حاجات في الاربع ايام <applause> دول يعني هتبقى هي كريستيانا لا ما, ما بتعرفش تعمل كريستيانا كمان أي. ما بتعرفش تعمل <تصفيق> <تصفيق> لا يعني بس هي, يعني هي ليه تبقى, اللي اللي تبقى اللي هي اللي كريستيانا يعني ما تبقى انتوا الاثنين نص كريستينا ونص كلام حلو يا استاذ هقول الحق لا وايه بقى لا والله بس مش بعض هو ليه المطبخ بقى مش هو ليه المطبخ بقى مش بتاع هو ليه بقى الحاجه انا لوحدي وانا بقى بقى بودي التمارين وهو بيساعدني بس هو بيعمل الحاجات اللي بره البيت يعني احمد مثلا ممكن يروح معاهم التمرين حفزهم بقى يلا <applause> يا أحمد <الله يا> <applause> <عشي> يوم يوم <applause> اه يروح يشجعهم <applause> في البطولات يعني انا اكتشفت ان انا واكتشفت آه ان آه انا بأثر يعني ان آه انا هو لا هو آه في حته رياضي ايوه بس ازاي تتعامل في البطوله وازاي وكسبت والفريق وكده بقى عايزين نكلمهم حسيت ان بقى في حاجه يعني عندي كوتش 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 اه فيما يخص الرياضه انا شاطر فيها لاني كنت بطل الجمهوريه في أيوه. كده سنتين ف... فالضغط بتاع الرياضه وال... والحاجات دي بقيت اعرف اتعامل معاها كويس قوي فبقى فبلقيت نفسي فبقى هم بقى فاهم <applause> الحته دي انت يا الحته دي بتاعتي منطقته من بقى انا له الرياضه وكده دي دايه. بحس أوه. ان هم في بس ال... المذاكره العربي ساعات بس هو العربي صعب عليا حتى برضه والله يعني العربي بتاعهم بحاول بس هو غريب قوي طبعا انا كنت العربي طب <applause> ايه دي ما خدتش عربي اصلا ما خدتش عربي اه ف... <applause> لا يعني اي حاجه ليها دعوه بال يعني دي تو دي يعني اه انا اللي بعملها يعني اكتر يعني هي لازم تقول لي كمان هي لما تبقى مسافره مثلا او حاجه انا قاعد <applause> <لازلت بقى> <applause> الجدول اه انت بصراحه يعني محتاجه من احمد يعمل حاجات اكتر تبقى طماع <applause> بنت ما تعتش مخها <applause> انا ما انا هسالك على فكره نفس السؤال لو قلت كده بصراحه يعني هسالكم انتوا الاتنين نفس السؤال بصراحه اه مش قوي شفت النهارده ايه ده؟ لكن زمان اه انا بقول لك لكن زمان لما لما اول ما مخل... لما اول ما خلفت اه كنت طبعا اتمنى انت كنت عارفه انا ما عارف <applause> ولا انا كنت عارف <applause> انا بقول <applause> يعني تمنى اتمنى ان هو كان يبقى وأنا انا وهو أيوة. نبقى انا وهو نبقى مخت... نبقى انا وهو يعني عندنا واعي وعي لو انت خليت دلوقتي متهيألي لي هتختل زي ما هي قالت كده ايوه <applause> طبعا انت نفسك كلنا أيوة أيوة. اي حد في حتى انت يعني صدق إيش ايوه حتى, حتى انا صدقي. صدقي. ايوه انا ما ماله ايوه ماله صدق دلوقتي وما خليش اولين عشان ايوه حتى انا اللي هو يعني اللي انا البحث يعني انت 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 برده اشتغلت على نفسك كمان ايوه هقول حتى انا اه النهارده اه لو كنت خلفت ايوه وما كنتش مخلفه قبل كده اه كنت هيبقى عندي وعي اعلى اكيد من السوشيال ميديا صح صح من البارنتنج تيبس ده في دلوقتي أوه. كل ده ما كانش موجود انا وجهه نظر ده عملته صح ما كانش في انا اول واحده طالعه أيوه من بالحاجات بالظبط بالظبط ما كانش في هو دلوقتي انت عندك تيبس بقى 30 ثانيه والحاجات اللي تقول لك هاو تو بي مش ا جود ماذر والحاجات اللي تحسسك ان انت عادي نورمال نورماليزنج الماذر هود انت مش لازم تبقى بيرفكت ومش لازم عيالك يبقوا مؤدبين ومش لازم عيالك بيتك يبقى نظيف كل ده الواحد مم. ساعتها ما كانش فيه اصلا السوشيال ما كانش فيه ده ايوه كنت حاطه على اي حد دلوقتي يخلف المفروض يبقى عنده اكيد هيبقى وعي عنده أكتر وعي اكتر شويه وعي اكتر انا شايفه فاكر أيه. مره زمان كان في بوابه مرات بوابه عندنا زمان كانت حامل اه حامل بقى فتره مره اولى بتناديها راحت طلعت مخبطه مش حامل ايه ده اللي حصل؟ قال لها لسه والده يا على الصبح بيولدوا تحت في الغيط بقى في الـ بص شفت اتعملت ازاي؟ اه طبعا ولا حد ماشي بس صح؟ احنا مالناش دعوه انت ما هو احنا ماني ومش مش قصدي مش قصدي انا قصدي بس ان هو يعني يعني مش عارف, عارف اشرحها لك ازاي بس هو المثال ده وعلمني حاجه انا فاهم بس هو برضو ان عشان يعني قصدي في حاجات بتحصل هي بال ايه بس بال العشر عيال اللي هي عندهم دول لا ماشي مش قصدي مش بقول لك ان ده صح حلو حلو فكره اللي احنا الأفوارة بتاعه التعامل مع الخلفه والجواز والحاجات دي حلو ان انت تحس ان هي زياده عن اللزوم أيوة. حلو ان انت واخد ده برضو الجزء ده من المثال اللي انت قايله بس في جزء تاني فيه ليه علاقه بالاضطرار ووضعها الاجتماعي اللي بيخليها مضطره تقوم تعمل كده وهي في الحقيقه لا محتاجه ترتاح ومحتاجه ومحتاجه ومحتاج فقصدي يعني عشان ايه هو مش حاجه حلوه يعني يعني, هو في الجانبين <applause> بس لو انت بقى حاسس انك محتاج من أول حاجه زياده تعملها لا نفس السؤال اللي انا سالته لا بلد. والله تمام لا اصل هو ما هو في حدش بيأثر لا يعني انا قصدي ما هو هي حتى <applause> هو مش, حتى مش الغلط اللي بتعملها مش تقصير لا يعني هو يعني هم... كمان هي حاجه هو زي بالظبط الغلط والجمال اللي هي معيشانه فيه ده هو مش هو <applause> بوظ كل حاجه كان ماشي كويس <applause> انت <أصلي، تصفيق> قصدك حاجه كعيله يعني ولا قصدك حاجه كعيله انا قصدي انا قصدي زي ما انت كنت بتقولي انه انا كان عندي نيدز بس انا ما طبعًا. قلتهاش ما كنتش واعي ان انا المفروض اقولها ده ممكن يبقى عندك برضه ايوه طبعا فاهم قصدي؟ ايوه ايوه بس انا تمام يعني انا يعني فاهم؟ يعني قشطه والله يعني حتى لو هي حاجه ممكن تعملها احسن أيوة. انت انا راضي اه انا مبسوط الدنيا ماشيه والعيال زي الفل واحنا مبسوطين يا بنتي حرام عليك كده مثلا ونتعلم مرجع مش كده لا هو احمد احمد هو احمد برج الدلو هو اندبندنت اه من حسن حظ يعني الحمد لله أيوة. هو من النوع اللي انا ماليش في الديماندنج ناس برضه في حياتي ما بحبش الرجاله اللي هي اوعى بقى اه هو بقى هاتيلي بقى الطشت وهاتيلي رجلي فيه والجو بقى او مثلا اعملي لي عشاية وهاتي العشا واكليني مش عارفه ايه ولازم اكل معين وعاوزه اجرب اكل جو بقى ده جو اطبخي لي واعملي لي ووضبي لي هدومي احمد بصراحه منظم جدا بيوضب هدومه بنفسه شنطه سفره بيعملها بنفسه ودي نعرف كتير الستات بتعمل شنطه سفر لو بوزع انا مش عارفه ده ايه الجو ده انت اصلا بتعرف تعمل سؤال يعني اه يعني هو ممكن يكون ما بيعرفش انت ما تعملها لي لا ما هو انت اصلا دي بتاخد ايه لا بص <applause> <applause> انا عاوز اعمل لي يعني. انا انا مسافره بكره الصبح والنبي <applause> شط تسافري وانا عايز تاخد ايه عايز تدلع ايه؟ عارف دي عارف ده من نوع ايه اللي بتروح قلبك كده كل حاجه صف كده من الدولاب اه انا مستحيل يا لهوي فتلاقي نفسك ايه بقى لا مش قلبه بس بس باخد اكسترا عشان انا تحبيش تحسي ان انت بحتاج <applause> حاجة, حاجه ومش لاقياها لا انا هروح اجرب منك لا افرض انا مش عاجبني الطعم ده النهارده مش عاوزه أيه، البسه ده أيه. الكلام ده وانت يا حبيبتي في ال افرض افرض نفسي مش جايه يعني عاوزه أيه. البس حاجه ثانيه انا بقى بص بقى بص بقى انت انت متضايق ليه؟ ايوه لا انا بحب تدفع الوزن الزياده بتاعها قصدي بس عامة انا حتى بدات اعلم العيال بقى ايوه يعني فكره توضيب الشنطه دي هو انت الفكره انت عايز ايه اولا اي سفرين انت قلت لها لازم انا حياتي كلها ورقه وقلم اكتر اه يعني لازم على الاقل حرف تقعد تشخبط كده وبعدين اعمل الحاجات أوه. لكن لو رحت كده دخلت بالشنطه والدولاب ايوه ايه بقى اجيب ايه انا انا زيك كده انا عندي لسته اي طبعا السفر فانا عارف بباك ايه, إيه؟ بس في نفس الوقت لحد دلوقتي لسه ما وصلتش انا ب... انا بتضايق جدا لما اكون مثلا مسافر والاقي نفسي ايه خدت نسي. حاجه زياده على اللزوم او نسيت حاجه وانا كمان لسه ما ظبطهاش 100% اقعد اجل نفسك مش أيوه شاكك ده كان له لازمه اه بالظبط <تصفح> عارف انت اللي هو كان لازم اجيب مش عارف ايه ده ملوش لازم فبزارف... انا بجلد نفسي بقول لك 18 جاكيت دول جبتهم ليه؟ <applause> 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 ده الدنيا حلوه برضو انا اتعلمت انه طالما ده بيريحها ايوه ما انا ماليش دعوه اه اوكي بس انا ما اقدرش <applause> انا ما اقدرش ما اقدرش ارتب لها شنطات ما اقدرش اعملها خلاص بقى انت بس انا بقولت ايه مش هيجي على اعصابي بقى الموضوع بقيت انقل للعيال فكره ان هو وانت مسافر يعني مبدئيا لازم تبقى <applause> عارف قاعد كام يوم وهتعمل ايه ايوه صح بس بس برضو فدي اللي بتخليك شويه أوه. تبقى مظبوط في فكره انك تاخد حاجات انت محتاجها بالظبط دي شخصيات سيب أيوه. فعلا شويه وهتلاقي كل واحد من العيال دول بقى عنده شخصيات مع جميله دول. بدات جميله تبقى جميلة, جميله منظمه جدا جميله تبقى كده جدا وعامله بقى الشنط الصغيره اللي جوه <applause> اللي <applause> واضح أنت اه انا أوه هو يعني ايوه يعني يعني سايب كده يعني يعني بيسيب الحاجه بال جميل جدا اه طيب في حاجه معينه عايز تشكر علا عليها وحاسس انه مش بتشكرها كفايه او ما جاتلكش فرصه او لا والله بشكرها انت يعني حاجة, حاجه 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 انت فعلا, <applause> فعلا مقدرها حاجه انت فعلا <applause> حاجه انت فعلا, <applause> فعلا مقدرها في, <applause> في اللي هي بتعمله كل يوم فكر بس بالراحه قبل ما ترد وانت فكري في نفس السؤال يعني انا يعني بشكرها لا يعني قصدي عارف اللي هو لا شكر ما في لا شكر على وجهك يا نهار اسود يعني إن انا مش يعني, يعني انت أحمد احنا بنعمل اللي علينا أيوة. إيوة. الناس هتتفرج إيوة. إيوة. الناس هتحبك إيوة. ما يعني يا جماعه الكلام انا ما بعرفش اقول الكلام اللي انا مش بقول كلام افلام ايوة بس هو كلام بصي عاملني عاملني انا بقولك <applause> بس عشان خاطرك والله انا انا <ما> تمام <applause> انا يعني قصدي يعني احنا الاثنين مش بنعمل الحاجات دي عشان حد يقول للتاني شكرا مش هي دي الناس بتبقى محتاجه البني ادم محتاج حد يقول له شكرا شكرا حد يكون بيحبه يابريشيت الحاجات اللي بيعملها شكرا والله صدق فلما انت <applause> لما انا مثلا الاقيك <applause> ان انت تعبان في الشغل وبترجع وبرضه بتقعد مع العيال توديهم مثلا تمرين او الاقيك مثلا انت بتجيب لي كل الحاجات اللي نفسي فيها اقول لك يا, يا احمد والله انت تعب نفسك جدا ميرسي انا مقدره اللي انت بتعمله بتحس بايه لما اقول لك كده؟ ماشي كتر خيرك يعني مش هتحس <applause> ان انت ما يعني لا يعني كويس اه بس ايوه كويس عشان يعني انا مقدراك اي أيوة ماشي انا يعني ما حاجه بس انا بحاول اشرح لك هو أيوة بيحاول... أيوة ماشي هو هو مقدر كل حاجه يا جماعه مقدر انت فاكرين ان انت انا أيوة. انت مقدر لوحدك تحس انت مقدر لأ. ازاي طبعا لا طبعا ما انا بقول لك ما انت بس... عارفه لا عارفه لا, ما... <applause> لا هي عارفه والله انت محتاجه تسمعها اكتر يمكن محتاجه تسمعها انا عارفه الحاجات اللي انت بتعمليها للعيال على يعني فكره, أصلي فكرة أصلي بتفرق يا حبيبي ماشي فترك. بس قصدي يعني, يعني كأنه, كانه كانه بيعمل ريأشورنس كده لا أح نعمل احنا نعمل احنا احنا انا بحس ان الحاجات. الشكر ده بيطلع بشكل تاني لا يعني يعني لا ممكن يطلع بشكل هو ايه اللف بتاعته ايه؟ ما هو دي الفكره انا ماليش الكلام يعني انا ما ينفعش اعبر بالكلام لا هو بيعمل سيرفيس بيعمل كواليتي تايم بيحب كواليتي تايم نبقى بقى نعمل حاجه نقعد بقى نشتكي من بعض العيال مش عارف ايه يعني قصدي كلمة شكر <applause> ان انا بحب انا بحب وردز or... ب... كن... هي دي هي بس انت حتبت... بص, بص, بص احنا كنا لسه بص مع بص مع المارج بص بص كونسل اسمع والله ايه والله <applause> <applause> <هه. تصفيق> <لأ> فين المارج كونسل؟ هقول لك انا انا عايز يقعد ياكل شوية اللب اللي في الموضوع هتقولي بقى هقول لكم اللي هو لسه قايله انه هي حد يكون بيحب الاكت اوف سيرفيس مثلا او او بيحب الهدايا وانت رحت ايه رحت رحت, رحت عامل مجهز لها عربيتها ومصلحها لها وجايبها لها ومخلص لها الرخص وبتاع عربيتك تحت حياتي أوه. يوم عيد ميلادها وهي قاعده مستنيه هديه فتحس انه ده معاه عمل لي حاول عبرني ولا لانه بس اللغتين ما بعض بس هو على ما جابش هو العربيه دي صلحها ولا هو جابها دي صلحها عمل اكتف سيرفيس البتاع عمل اكتف سيرفيس عمل, عمل اللي هو يقدر يعمله اللي هو فعلا دي دي اللغه بتاعته دي اللغه بتاعته ولكن هي عندها توقع تاني من شيء تاني هي فبتحس بانه لا تقدير زي ما نعرف كده اللي كل واحد <applause> لغته ايه اه يبقى انا هستنى اللغه بتاعته واحبها وأنا انا هستنى جميل. اللغه بتاعتها واحبها بس برضه ممكن ما بقى نطلب لغه بعض بدل ما نستنى لغه بعض ما نيجي لازم ما نيجي كل واحد يروح ياخد كورس ويكلم التاني اللغه مش كورس, كورس انا اديك اللغه اللي, اللي انت بسطة. بتحبها وانت تديني اللي بيبسطني ما هو برضه أيوة. يعني انا لو بيبسطني مثلا هدايا اه انت تديني هدايا بقى مبسوط قوي لو جيت ادتني مثلا كواليتي تايم تعالى نروح نتعشى انا مش عاوز اتعشى انا عاوز هديه مثلا مثلا يعني مثلا بس انا ماليش يعني والله بجد انا برضه لما الراجل قال كده نورت انت مثلا كواليتي تايم فانا اجي اقول لك ايه مثلا ده انت جميل قوي النهارده ولذيذ يا النضاره الحلوه يا الطقم ده انت وش ده ريحتك طلع انت مش فارقه معاك اصلا كلام ده انت عاوز كواليتي تايم اه انا مثلا بحب قوي ووردز اوف افرميشن اللي هي الكلام اللي هو مثلا يا ده انت يا... كا... <applause> ايوه ما تتريقش يا ابني لا ده بقى والله بجد طب انا في الكواليتي تايم هبقى لها بقى كلام حلو ممكن صح؟ تخلي الكواليتي تايم واروح اي الكلام مثلا انا وانت وانت بتعمل كده بس انا قصدي لما تبقى واعي ايوه ان ذس از ماي لاف لانجوج اه هتبقى فبتعمل. بتعملها اكتر وهتبقى بتعملها هبقى انا مبسوطه اكتر وهبقى انا بعمل لك أك... أك... هي فكره أيوه، ان أيوه. انت هتبقى... فكرة. تبقى 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 أك... يعني تعمل اكتر لل... لل... للشخص اللي معاك بيحبه فانت اسهل لك ايه اللي يخليك بقى تقعد تهري في هدايا ولا تهري في اسمه ايه ده؟ بتاعت وهم ايه بقى اللانجوجز دول؟ جيفتس هدايا هدايا وردز اوف افرميشن اللي تقعد تقول انت كويس انتوا ما بتحبوش الهدايا؟ بحب الهدايا ما هو كل ما هو كل <applause> <applause> حاجه بنسبه لي رتبي له رتبي له روح البيت رتبي لا لا بص هو في نسب انا مهندس عايز تعرف يعني ايه النسب بتاعتي هقول لك انا عايز النسب بتاعتي هقول لك انا وردز اوف افرميشن وهدايا وكواليتي تايم اه و اكس اوف سيرفيس اكس اوف سيرفيس انت هتعمل لي حاجه بس هتظبط لي عربيتي تعملي شنطتي انا مسافره بيها اه ده اكتف سيرفيس انا أوه. ما اكتف سيرفيس دي ما عشان هي اصلا تبعي عشان انا بعملها عشان انا أكتف سيرف. انا اكتف انا السيرفيس انا بقولك ايوه انا احب آه. اعمل للناس حاجات اي ام آه. ادور ماشي. انا احب اعمل للناس السيرف آه. الناس اللي بحبهم آه. فانا مش عايزه حد ماشي, ماشي. إيه كمان ايه الفيزيكال بقى انه تبقوا قريبين آه. من الفيزيكال. بعض الاحضان الحضن آه. آه. تاكش تاكش الحب الحب التاتش <applause> <التاكش تصفيق> <التاكش تصفيق> <التاكش تصفيق> <applause> بس هم على فكره كلهم مفندقين جدّا بعض كلهم مفندقين احنا ممكن يبقى الواحد بيستخدم كذا حاجه هم كلهم اصلا الشخص ما بيبقاش عارف قوي ايه اللي بي يعني اللي هو يقول لك انا بس عاوز الكلام فهتحس ان هو لا انت بس لما بتلفت نظرك ليها بتحس يعني انا اخر عيد ميلادي قالوا لي عايز ايه قلت لهم مش عاوز حاجه هي. عملت قمصت بابا كده <applause> وبعدين قلت ما انا كنت عاوز كم. حاجه بالظبط فقصدي فاهم ما بتبقاش عارف قوي أو يعني على حسب لا الحاجة. بس انت ما انت تشتغل على عن... هي دي بقى عشان كل واحد بيشتغل على نفسه يقعد بقى في كتاب بتاع اللي هو قريته تقعد بقى تبص على خمس حاجات دي وانت عايش في حياتك تحاول تبقى قويه تشوف ودول بيت حا... بيتعملوا ازاي؟ يعني قصدي لا <applause> يا حبيبي لا مش انا بقول لك هو يا اهتم لا 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 انا عايز ابقى شاطر فيهم <تصفيق> <تصفيق> ايوه عايز ابقى شاطر لا مش قصدي يعني قصدي هو البني ادم ايوه يتولد بيهم ولا ال... يكتسبهم هو ولا اهالينا مثلا علمونا حاجات لا هو هم قسموا الطريقه اللي الناس بتعبر بيها لقوا انها كده لقوا انه فعلا احنا بنعمل الحاجات دي لكن محدش بيغيرها محدش بيغيرها يعني مثلا يعني مثلا جميله جيفتس تحب الجيفتس والفيزيكال والوردز اوف افرميشن تحب حد يقول لها انت شاطره انت مش عارفه ايه دوزي كواليتي تايم اقضي معاه وقت حبيبي وكفاءة واخويا اقضي معاه وقت لكن جفت جبت له هدايا مش. صح ممكن... زي هو دوسي زي ما انت ممكن تقعد تجيب ممكن تقعد له هدايا حبيبي حبيبي ما زي ليه, ليه... مش فارقه لو انت ما تعرفش الخمس حاجات دي أوه. ممكن انت من نوع اللي بتجيب هدايا اه فهتقعد تجيب هدايا لحد نفسك رايح بقى تكسر الدنيا هدايا وفاكر ان انت تكسبه في قعده انت في الاخر اصلا هو مش فارقه معايا بالظبط أيوه. فيزيكال تاتش مثلا دوزي ما بيحبش فيزيكال تاتش اه ملوش قوي في يعني ما بيحبش حد يلمسه فانت دمع. بقى انت بقى تحب فيزيكال تقعد بقى وهو يقعد يعمل كده منك وتت... بالظبط وده اللي انت بتديه ده اللي انت بتحبه ده اللي انت عاوزه بس هو اه فاهم يعني ممكن يكون ده اللي انت عاوزه انت عاوز الاخر يعمل لك كده بس مش ضروري الاخر عاوزك انت تعمل له كده الدكتوره اولى رشدي هي دكتوره يا <applause> جماعه جالي بحدي سؤال مش كلامي خالص انا جالي سؤال حساس شويه بس هو انا حساس. هو لسه حساس هو ده ما هو في حساسه احنا رحنا في حته حساسه جدا هل ممكن تحسوا ان انتوا لو في مرحله في علاقتكم طبعا حرجه هل ممكن تروحوا لدكتور نفسي الماريج كونسل لحد انا حاولت اروح لحد <applause> و... بس لا مارج لوحدك مع نفسك مع نفسي مع لا مع نفسي أصل هو على لازم فكرة يبقى هو صح يعني هو جربت أز... كذا مرة وفي الآخر صح. أنا لقيت نفسي يعني مش سهلة على فكرة. هو غلط اللي أنا بقوله ده بس لقيت نفسي إن أنا لما بكتب أو لما بتكلم مع هو أه أنا الثرابيست بتاعتي أيوه بديله لما بكتب أنا بكتب كتير أو. لما بكتب أو لما أو, أو لما بتكلم مع كريم أو لما بتكلم مع يعني قصدي فاهم قصدي لما بنتكلم مع بعض ممكن يبقوا طبعا جدا بحس إن هو يعرف يساعدني بشكل أنا أبقى مطمن وهو أيوه فاهم يعني الكتابه يمكن دي برضو, برضو عشان جزء انت بتمثل وكده فالموضوع عامل اه شويه برضو عامل شويه اه انت بتتكسف يعني يمكن لو انت مش بتمثل اه والدكتور ما يعرفكش ممكن كنت هتبقى تنجح اكتر او هتلاقي الدكتور مش اكتر بس ده, بس ده بس ده ده بلوك كده بس كدا. ده بلوك انت انت أوه. عامل هو الراجل مش ممكن يكون او يمكن يعني جالي من لما جربت اه ممكن ان فجاه عارف لما تيجي تتكلم حد يقول لك والله انت بتشوف فلان وعملت ايه بقى لما أي. انت عارف انا شفت حضرتك أيوه أيوه. أيوه. أيوه أيوه. يعني انا ايوه انا اللي عايز اتكلم وعايز انسى الحته دي انا اصلا عايز اكلمك على حاجات مشكله برضو من الثيرابيست نفسه أيوه يعني. انا بقول لك إن هو فتح مش... الفتحه دي مثلا صح اه هي لسه كريم بقى اتكلم معاه شويه اه اقولها شويه اكتب شويه بس المرج بقى لسه ما الصراحه ما لسه ما احتاجناش يعني. يعني لا ان شاء الله ما تحتاجوش هو هو أنا بس هو بتكلم لانه الناس بتحرج او بتحس انه في وصمه عار انه ايه ده لا لا احنا انا كنت انا فكرت في القصه دي قبل كده زمان لما كنا في بقول لك 10 سنين ان هما كانوا <applause> العجاب دول مم. بس يعني الميزه او الحاجه الحلوه فينا زي ما بيقولوا هو, هو أحمد بيكتب مم. وبيراجع نفسه جدا أوه. بيراجع نفسه بيشوف الأخ يعني ما دي اهم صفه اعتقد هو حاجة. بيراجع نفسه وانا كمان وانا لو عندي حاجه غلط بقعد بفكر ايه اللي بيضايق يعني بنراجع نفسنا وبنشوف ازاي زب. نقدر نقرب عاوزين نحل يعني احنا ما بنبقاش عاوزين نوقف, نوقف الموضوع نوقف الموضوع يعني احنا مش من النوع اللي هو يلا نجيف اب وي دونت جيف اب أي. يعني الحمد لله احنا الاثنين مرينا بحاجات كتير كتير بقول لك سنين يعني بس قدرنا نعدي يعني قدرنا ان هو دخل نام سنه منهم فعدت الحمد لله <تصفيق> 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 فحل مشاكله بالنوم وانا قعدت اعمل اكسف سيرفيس <applause> <applause> فلا <أي>. لا بقول يعني <applause> <إن> هو <applause> لا إن النوم على فكره <applause> علاج علاج هو, هو يمكن بيقولها بشكل <applause> بس انت لو انت مش نام كويس اه ما تكلمش ما تواجهش او ما تحلش او ما تحاولش تعمل فاهم قصدي لو انت مش نام كويس بيأثر بيأثر, بيأثر, بيأثر وحاجه كمان ليها علاقه بالنوم برضه واول ما تصحى من النوم برضه ما أو يعني أو. يعني فاهم أو. قصدي؟ <applause> بس يعني انا بحس ان في أو. وقت كده جسمك لسه مش جاهز أو. وعقلك بس كده يعني انت بتتكلم على طول كل فتره لا اول الخلفه دي انتوا بتناموش لا لا, لا لا مش قصدي بس لا ما هي اللي كانت هي عشان كده اه بس ما بنامش ليه؟ هو كنت بتروح وتيجي مم وتشتغل وتيجي يعني قصدي ايه هو يعني الام بصراحه اللي في الوقت ده ايه بتصعب بتتعب اكتر يعني بس فبقول ايه لك لا فبقول لك ان هو احنا يعني اشتغلنا على على ان احنا ازاي العلاقه تت يعني تتجدد ايه وتبقى وتكمل يعني ايه في مراحل مختلفه يعني والعيال قبل ما نتجوز وبعدين اتجوزنا في العيال لسه صغيرين فمشاكل مشاكل مشاكل مم. وبعدين كان سهل جدا ان احنا مم. جدا مم. دي اسهل حاجه ان احنا نقول السلام عليكم في طريقكم في طريق مش عاوزين بقى دوشه أو. عادي هو ممكن يعيش لوحده وانا ممكن عادي هي دي مش يعني بس لا عيله احنا يعني هو بيحب العيله جدا وانا بحب العيله واحنا وانا اي انا ما بقى يعني ما عنديش ما عندناش وهو أوه. اشتغل على يعني اشتغل على نفسه أي. الحاجات اللي كانت داي... بتضايقني اشتغل على نفسه اه وبننضج وبيح... و... و... يعني كبرنا يعني أي. كبرنا نضج يعني فنضج نضج فلو كل واحد فيكم هيقول السر فعلا في استمرار العيله دي يكون ايه؟ بتاعتنا احنا يعني بالذات؟ اه لا يعني انك تتعلم من اللي بيحصل م. طول الوقت عندك يعني انت واعي لفكره انت عايز العيله دي ولا لا؟ طالما انت عاوز حاجه لازم تبقى عارف انك انت هتضحي بشويه حاجات، هتحاول تغير من نفسك في شويه حاجات، هتحاول تستوعب الناس بشكل مختلف، يعني قصدي شغل طول الوقت مش بس ان هي الحاجات موجوده بسهوله يعني، ده اللي بيخلي الحكايه أمم شغل هو شغل،, شغل. هو لا هو شغل أوه. هو مشروع طبعا يعني اللي فاكر انه الجواز ده بيخلص لما الجوازه بتبتدي هو بيبدا لما الجوازه يعني هو بي هو شغل بقى زي زي الشركه انت فاتحها مع حد شغل مستمر وبيتغير مش اللي هو خلاص البارتنر بتاعي عامل كده فايه ده انت شخصيتك زي عامله كده طب لا انا هقفل معاك المش... لا ما هو بيتغير بيتطور وانا بتطور نتطور ومهام بتتغير انا كنت بعمل كذا انت بتعمل كذا وبعدين شوف ايه اللي بيريحك طب انا هعمل لك اقدر اعمل لك اه اقدر اعمله لك, أعمل لك الاول لا مش هقدر اعمله لا هبقى يتعود انا اعمل لك كذا عشان اريحك طب وانا اريحك ازاي يعني <applause> يعني, كلمة يعني انا يعني انا بتكلم مش بس الجواز اي علاقه طبعا يعني فاهم قصدي هو ده محتاج يعني أوه. اي علاقه في يعني صح محتاجه شغل يعني انك انت تبقى متفاهم اخر عامه واحتياجاته وتحاول مش حد قاصد ان هو يضايقك او ان انت أيه. عشان انت محاط بشويه حاجات على مزاجك شويه فانت تحاول م. بقى ايه تقلل اللي بيضايقك تتعامل ازاي مع الحاجات اللي هي مش هينفع تستحملها ازاي تقول لهم ان انا فاهم قصدي ازاي <applause> تبقى عندك وقت انت بتحاول تاخده لوحدك علشان تبقى قادر يعني ليها كده <applause> ايه كل ما تلاقي حاجه فاهم مضايقاك تحاول تشتغل <applause> عليها وتحاول زي <تزايد> تتفاداها وتعالجها هو <applause> ده اللي بيخلي الموضوع يكمل يعني بس اعتقد برضو ان كلمه يعني عشره اه بجد على قد ما هي ليش <applause> هي قوي أو بس هي عشره وموده اه ورحمه الكلام ده مع الوقت يبقى وحب يعني حب مش حب بتاع الجهة حب العيل يعني حب حب عيلتك يعني انت أوه. يعني يعني احمد والعيله يعني جو يع عيلتي يعني عيلتي يعني يعني اللي هو ما حدش يعني فاهم يعني احنا يعني ون وان فدي خلاص دي, دي لوحدها بتوصل لمرحله كده هو يعني خلاص احنا عيله احنا وان فنقف مع بعض في كل حاجه بقى مهما اللي تجنن بقى واللي اتشقلب واللي فاهم هتعمل إيه؟ لا في الآخر هيظبط وهظبط وهزبط يعني لازم نرجع في الآخر نبقى وان يعني آه <applause> <جنب والله شرفتوك. تصفيق> يا جماعة والله شرفتوش برافو شكرا يا جماعة تحفه طهفة نهاية يعني, يعني لا لو عم. زي زي عم. لو <applause> بقى لو كنا خططناها بقى حد أنا بقى شفت الخطبة اللي لقيتها <applause> في آخر <applause> ايوه بجد آه خدرة يا متدبنة يا جماعة والله